والمعنى أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه. شوف والله هذه كلمة طيبة من الكبير، والآية أصلا هي اللي حركت فينا هذا العلم، لكن فسر تفسير جيد. من قص من حولها هو الفتوح، ظهور الإسلام وغلبته على الكفر، فينقص الكفر ويظهر الإسلام ويزيد وفتح البلدان، لكن إذا رجع المسلمون إلى إيش؟ دينه. لدينه. فحينئذ هذه الآية نحتاجها في واقع المعاصر في غزة مثلا، في غزة، في قول بعضهم احنا مع الحق إسلام، ليش قاعدين ننكب النكبات والعدو يتلاعب بنا ويأخذ بلادنا ويدمرنا من بنياننا، وإيش هذا؟ فحينئذ نستدل، وأنتم يا حماس تغزون يهود أنكم ليسوا على الجادة. ليش؟ أكمل الفراغ، سأبدأها بكلمة لون فأكمل أنت. أنتم يا حماس لستم على الجادة من اتباع السنة والعقيدة الصحيحة السلفية ومن مراعاة شروط الجهاد، إذ لو أكمل الفراغ على حق لانتصرتم. أنتم على الحق، زي الرسول في غزوة بدر، في غزوة حنين، إلى آخر سمى شيء من الغزوات. صاحب توحيد يدعو له يقين، اللهم صل عليه وأصحابه، ما يدخل غزوة هو من بعده ماشيين على طريقته إلا نصرهم الله. فلم تجي حماس تعلن الأصبعين قد دمرنا 3 دبابات، هذا نصر؟ طيب كم خلفتم من 70,000 قتيل والبلد انمسحت يعني، والله يفطرون بين الأنقاض. حزنوني بالأمس يعني شفت منظر والله يبكي العين، أنت قاعد مع الطيبات تأكل وتشوف كسرات خبز أصلا الصفحة بس ينظر فيها شهوة، خلاص خلاص قال أبيها يملي مسكين عين الطفل ويروح فاضي. والله منظر حزين، إيش الانتصار حققتم؟ أنتم صرتم يهود علينا، يعني كالمثبتين أن يهود معهم الحق، حركتوا الناس للإلحاد من أي جهة؟ أنه الإسلام صح كان انتصرنا، ما وريت الناس أن إسلامك وطريقة في الجهاد غلط، فأنت حركت في الناس للإلحاد. نعم، والعتب على الله أنه كيف هذول يقول لا إله إلا الله وما تنصرهم يا ربي، خافوا الله. شوف الناس، خربتم عقائدهم، خربتم بنيان المسلمين. نعم، كان الشيخ صالح حيدان رئيس المجلس القضاء الأعلي يقول كلمة، لما أخذ مرسي الحكم في مصر يعرف تاريخهم، يعرف تاريخ الإخوان سبحان الله، فقال يا رب لا تقيم لهم قائمة، ودعوا بعض المشايخ ما قعدوا إلا سنة وراح، ما في أفسد من جماعة الإخوان للمسلمين، ما باسم الدين والنفعية والتلون والمصالح طلب الرئاسة باسم الدين يمرروا طلب الرئاسة والنفعية بزعم الجهاد بزعم الإصلاح بزعم النصر على أعداء، وهم كما قال سماهم الألباني أعداء السنة. فلو كنتم حبين للسنة ما تبلبلوا قلوب الرافضة على السنة، يموتون ب70,000 الرافضة يضحك يستعمل حماس إنه تابعا هو موالي إيران، حماس يمشي على تخطيط، والإيراني شفتون كبار الرافضة يفتي يقول لو رأيت ناصبيا إيش اسمه ده سنيا فغرقت أو هدمت عليه جدار صاروخ أو شيء ففعل، هدم عليهم جدران وقتلوهم. نعم، والحماس إيش يقولون؟ يقولون نبايع الإخوان على أن نموت في سبيلهم، مو في سبيل الله، بيعة كبرى حضرها يمكن آلاف، فبايعوا الإخوان على أن يموتوا في سبيلهم ليس في سبيل الله. فحينئذ لما نراهم انتصروا هم، ولا بن لادن انتصر، ولا السورية انتصرت، ولا الإخوانجية انتصرت، ولا التبليغ انتصرت، ولا الأشاعرة ولا الجهمية، سنعرف أنهم إيش، على ضلال ولا على حق؟ على ضلال. نعم.